السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في دردشة جديدة من دردشات أتقن العربية. اليوم ستكون دردشتنا مع الكتابة العربية، حيث أتت أسئلة كثيرة تؤكد هذا الموضوع، مع أننا تحدثنا عنه في ثنايا الحديث عن تعلم اللغة العربية وتعلم قراءتها وتعلم الحديث فيها، لكن لا مانع من أن نستمر وأن نعيد وأن نكرر هذه المواضيع، فقد نضيف فيها أشياء جديدة تكون مفيدة لكم، وقد يكون بعض المستمعين يستمعونها أول مرة، أو بعض المشاهدين أيضا، المشاهدون والمستمعون. إذن كيف أبدأ بالكتابة باللغة العربية، وكيف أكون كاتبا متمكنا باللغة العربية؟ يعني كيف أبدأ من المبتدئين، وكيف أصبح كاتبا مبدعا باللغة العربية أيضا للمتقدمين. مع المبتدئين كما تعرفون، فإن أول أداة لتعلم الكتابة، لتعلم كتابة أي لغة، أن تتعلم أحرفها، أن تتعلم الأصوات التي إذا التقت ضمن الكلمة شكلت لها معنى، وبدونها لا يمكن أن يكون هناك لغة في الأصل. فأولا أن تتعلم الأحرف الألفبائية، ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره، ثم بعد ذلك تبدأ بتكوين كلمات بسيطة من هذه الأحرف، مثلا أرنب الألف، أبي، أمي، أخي. ثم بعد ذلك تتعلم كيف تكتب هذه الكلمات، أبي بالياء ليست بالكسرة، أمي مع الياء لأنني متكلم، أب بدون ياء، أم بدون ياء. طبعا أكون متعلما أيضا الميم وكل الحروف، يعني بعدها أبدأ بتعلم كتابة الكلمات. ثم بعد ذلك الباء، بيت، بيع، باع. بعد أن أتقن كتابة هذه الكلمات، أحاول كل مرة أن أضع مع كل كلمة كلمة أخرى من هذه الحروف، مثلا بيت جميل أكتبها، بيت جميل، سيارة كبيرة، طفل ضعيف أو نحيف، طفل سمين أو بدين، وأكتب طفل بدين، طفل سمين. طيب هذه الكلمات أنا تعلمتها، أريد أن أكتب عن أمور الحياة بعد أن قطعت مسافة قصيرة في تعلم اللغة العربية. أبدأ بكتابة الأفعال المرتبطة بالنشاطات اليومية، أتعلم أستيقظ، وأتعلم صباحا فأكتب أستيقظ صباحا، أنام ليلا. إذن هذه الأفعال التي تتعلق بالأنشطة اليومية، وأبدأ كما قلت لكم مع الفعل أستيقظ، أول فعل يدل على أنك بدأت حياتك اليومية هو الفعل أستيقظ، وعكسه أنام ليلا، فأكتب أنا أستيقظ صباحا، أنام ليلا، أكتبها. ثم طبعا بعد الفعل أستيقظ، ما الحدث الذي تقوم به؟ من يصلي يقول أتوضأ، أتوضأ ثم أصلي، أتوضأ ثم أصلي ثم أفطر ثم أذهب إلى الجامعة، إلى المدرسة، إلى العمل. أنا صار عندي الآن، سترون بعد قليل كيف سأكون نص. بعد ذلك أقول أدرس أنا في الجامعة، أدرس في الكلية، أعمل في مكتب، أعمل في شركة، أذهب بسيارتي، أذهب بالحافلة يعني بالباص، أذهب بسيارة الأجرة، أذهب بالمترو، وهكذا. وبعد ذلك أقول اشتريت أشياء، اشتريت. طيب اشتريت من السوق، أتعلم هذا الفعل، تسوقت، بدل من أقول اشتريت أشياء من السوق، تسوقت بعض الأشياء من السوق. ثم أقول بعد ذلك عدت، رجعت إلى البيت، رجعت، عدت، رجع. أنا أتكلم عن نفسي، ولتكن الأفعال في البداية، لتكن الأفعال كلها
عبارة عن كلام أنت تتكلمه عن نفسك، حتى يسهل عليك حفظ طريقة رسم الحروف وتكوين الكلمات ومعاني التركيب الذي تتكلم عنه، فهو مرتبط بحياتك، يعني تكلم عن حياتك الحقيقية. أعود، عدت. طبعا أنا أستعمل الآن عدت أعود، أنا قلت الآن أتكلم بعد أن تكون قد قطعت مسافة في تعلم اللغة، فيعني عرفت أن هناك فعلا ماضيا، وأن هناك فعلا مضارعا، وأن هناك فعلا للاستقبال، وأن هناك الضمير أنا المتكلم، وأن هناك ضمير مخاطب أنت، وهكذا، أو أنت المخاطبة. وهكذا بعد ذلك أتحدث عدت، أكتب عدت عين دال تاء عليها ضمة والدال ساكنة، عدت إلى البيت، عدت إلى بيتي، أو إما عدت إلى البيت أو عدت إلى بيتي. أكتب مرة هكذا، مرة هكذا، ثم أقول غسلت يدي وغسلت وجهي وطبخت طعاما، تعلمت الفعل طبخ. عندما تسأل أنت ما معنى إعداد الطعام؟ طبخ الطعام، طبخت الطعام، أطبخ الطعام. ثم بعد ذلك تتكلم مثلا عن الترفيه الذي تقوم به، تتعلم أفعال الترفيه، ما هي؟ شاهدت التلفاز، شاهدت مسلسلا، تكتب. ثم تكتب بعد ذلك مثلا تصفحت، طبعا صعب تصفحت، شاهدت الجوال لا مشكلة، استعملت الجوال إذا كانت عليك أسهل. هكذا أكون قد تعلمت عددا من الأفعال الأساسية التي ترتبط بالأنشطة اليومية. الآن صار عندي نص، أبدأ بكتابة هذا النص. أقول استيقظت، إذا كنت سأكتب النص بصيغة الماضي أقول استيقظت، نسينا كلمة، في الساعة السادسة أو في الساعة الخامسة. استيقظت في الساعة الخامسة، استيقظت في الساعة الخامسة. طيب صعب علي استيقظت، ألا يوجد فعل أسهل؟ أتعلم، قمت من نومي، قمت من فراشي، بمعنى استيقظت. طيب قمت من فراشي في الساعة السادسة، توضأت ثم صليت. الآن أنا أكتب النص، توضأت ثم صليت، وأقرأه بصوت مرتفع، ثم أفطرت، ثم ذهبت إلى الجامعة، أو إذا كان إلى العمل ثم ذهبت إلى العمل بسيارتي، بالحافلة، بالمترو. عدت من العمل، تسوقت بعض الأشياء، رجعت، استعملت فعلين، عدت ورجعت، وأنا صرت أفهم أن عدت ورجعت المعنى نفسه. طبعا هناك من يفرق، هناك رجع يفيد كذا وكذا وعدت. أخي في الاستعمال اليومي إذا قلت للإنسان رجعت سيفهم عليك أنك عدت، فهمت؟ وإذا قلت عدت فسيفهم عليك أنك عدت. فهذا إذا عليك أن تعرف أن رجعت إلى بيتي، غسلت يدي، طبخت طعامي، شاهدت التلفاز، استعملت الجوال. إذا تعلمت الفعل تصفح، لأنك تنقل صفحات في الجوال، تصفحت الجوال أو تصفحت في الجوال لا مشكلة. بعد ذلك نمت في الساعة العاشرة، نمت في الساعة الحادية عشرة، نمت في الساعة الثانية عشرة. أصبح عندنا الآن نص مكتوب بلغة عربية صحيحة فصيحة، فنحن تعلمنا الآن بالنسبة للمبتدئين كيف يستطيعون أن يصلوا إلى مستوى لا بأس به بكتابة الكلمات القصيرة. هو أنت عندما استعملت هذه الأفعال اليومية ستأتيك أفعال يومية أخرى. طيب أوه، الآن الساعة، ما الفعل الذي يدل على أنني كنت أنا يجب أن أكون في السابعة لم أصل إلا الثامنة؟ ما الفعل؟ تأخرت، الفعل تأخرت، أكتب الفعل تأخر، يتأخر، تأخرت أنا، أنا تأخرت. وهذه أيضا لم أقلها لكم، كل فعل تجعلونه
مع الضمائر، وابدأ بضمير المتكلم وضمير المخاطب أو المخاطبة، ثم ضمير الغائب وضمير الغائبة، مع الأفعال أسندها إلى أفعال. يعني مثلا تأخر هو، تأخرت أنا، تأخرت هي، تأخرت أنت. اكتبها: أتأخر أنا، تتأخر أنت، تتأخرين أنت، سيتأخر هو، سأتأخر أنا، ستتأخر هي. هكذا أكون عرفت كيفية استعمال الأفعال بالجملة بحسب الأشخاص. ثم أكون تعلمت أحرف الجر إلى للوصول إلى المكان. الانطلاق أقول من، ذهبت من بيتي إلى الجامعة بالواسطة بي. لا أقول أتكلم بك، أقول أتكلم بالجوال معك، أتكلم بالجوال معك. هكذا أكون تعلمت أيضا كيف أربط بين الكلمات، وكيف أستطيع أن أغير الأفعال بحسب الزمن وبحسب الأشخاص. ثم شيئا فشيئا أتعلم أن هناك الجماعة، هم كتبوا، هم جاءوا، هم أتوا، يأتون، وهكذا. وبعد ذلك أيضا تزداد عندي الكلمات: شجرة، ضوء، الباب، فتح الباب، يفتح، يغلق الباب. أتعلم الفعل المرتبط به، فتح الباب. إذا طيب عندنا أريد أن أقول له فتح الباب، إذا أردت أن أطلب منه أن يفتح الباب، هل أقول له فتح الباب؟ أقول له افتح. فأتعلم كيف أكتب افتح، وأعرف أن افتح، أتعلم بعد قليل أن هذه همزة وصل، فلا أضع همزة تحتها، وإنما أضع كسرة. افتح الباب، افتح الباب، وأضع كسر على الحرف، أقول افتح ساكن، الباب ساكن أيضا أول حرف الألف، فأضع كسرة لأنه لا يلتقي ساكنان في اللغة العربية. هذا بالنسبة للمبتدئين، حاولت أن أقدم نصائح دردشية كما قلت لكم. هذه دردشات لا تكون منضبطة وفق أسس أكاديمية دقيقة، وإنما هي نوع من النصائح والإرشادات في طريق تعلمكم للغة العربية التي أرجو أن تتقنوها جيدا. حاولت أن أجيب عن سؤال: كيف أتقن الكتابة باللغة العربية للمبتدئين؟ أتمنى أن يكون مفيدا لكم، وإن شاء الله سأتكلم لاحقا وسأجيب عن سؤالي: كيف أتقن اللغة العربية بالنسبة للمتوسطين، لمن هم في المستوى المتوسط أو لمن هم في المستوى المتقدم؟ أتمنى أن يكون هذا اللقاء مفيدا لكم، وإلى أن ألقاكم مع تسجيل جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.